إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. نرحب بك في نشرة الثامنة. طبعا بداية نود أن نتعرف على أبرز الإجراءات التي اتخذتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بهدف تحسين خدمات بطاقة الهوية. طبعا مساكم الله بالخير، شكرا جزيلا على الاستضافة. حقيقة يعني كل الإجراءات التي اتخذتها الهيئة جاءت في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وبمتابعة من معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية الله يحفظه. مثل ما نعرف أن يعني الهيئة تعتبر من أكثر الجهات الحكومية التي تقدم خدمات تمس المواطنين والمقيمين. نعم. تبلغ عدد المعاملات السنوية في مراكز إصدار بطاقة الهوية حوالي 600,000 معاملة سنويا. نتكلم عن عدد ضخم جدا، لذلك خلال آخر 4 أو 5 سنوات تم الإعلان عن خطة تطوير مستمرة تشمل تقديم يعني حزم من التطويرات والخدمات الإلكترونية، إعادة هندسة الإجراءات، تبسيطها، إلغاء كثير من الوثائق والمستندات. تقريبا الآن ما نطلب وثائق مستندات من خلال الرابط مع الجهات الحكومية. عندنا ايضا استخدام احدث الاجهزه والانظمه المتقدمه، خطه تطوير الموظفين، تدريبهم، تجهيز مراكز باجهزه متطوره. يعني اخذنا عدد كبير من الاجراءات، كانت تقريبا اجراءات مرتين سنويا، منها تطوير خدمات الاخرى. طبعا انعكست هذه على الاحصائيات. نعم. منذ 5 سنوات كانت الخدمات الالكترونيه المنجزه ما تتجاوز 10% من اجمالي الخدمات اللي تقدمها الهيئه. قبل الجائحة ومع حزمة التطويرات اللي صارت خلال الفترة اللي مضت وصلنا إلى 30% أو تقريبا الثلث. مع الجائحة ومع الحزم الجديدة من الخدمات واتجاه الناس أيضا، طبعا يعني نعرف أن يعني سياسة العمل من المنزل، تقليل عدد المواعيد، التباعد الاجتماعي ساهم أن حتى الناس بعد تحافظ على صحتها وما تحضر، فزادت الخدمات الإلكترونية إلى الثلثين، من الثلث إلى الثلثين فقط في فترة الجائحة. نتكلم عن زياده كبيره جدا، وهي طبعا كلها كانت تفاعل الهيئه مع ملاحظات واقتراحات المواطنين من خلال نظام تواصل واجراء التحسينات. نعم سيد محمد، ما هي ابرز الملاحظات التي تم رصدها من خلال يعني فرق العمل التي التابعه للهيئه؟ طبعا يعني مثل ما ذكرت يعني معظم او اغلب التطويرات كانت من خلال نظام تواصل اطلق اسمه ولي العهد. نعم. هذا النظام احنا يعني نتابعه بشكل دقيق وحسب توجيهات مجلس الوزراء بالاهتمام بملاحظات المواطنين وخدمتهم بشكل افضل. بعد يعني الانتهاء او تقريبا يعني زوال اثار الجائحه وعوده الناس لحياتها الطبيعيه وبالذات في فتره المدارس، زاد الضغط على مراكز الخدمه وصار في طلب على لمواعيد اكثر. نعم. بالتالي اجرينا ايضا مجموعه من التطويرات الاضافيه، منها على سبيل المثال اعاده فتح مركز المحرك، زياده توفير يعني مواعيد اضافيه بحيث ان توصل مواعيد اليوميه حوالي 1000 موعد يوميا ممكن ان احنا نستقبل، اعاده فتح يعني زياده المسار السريع وفتحه في جميع فروع الهيئه، اضافه تقديم خدمات يعني طبعا الكترونيه جديده. نعم. ايضا يعني مضاعفه السعه الاستيعابيه للخدمات الالكترونيه، الفريق اللي يشتغل على الخدمه الالكترونيه تم تطويرها بحيث ان المستندات اللي تطلب تكون واضحه، الواحد اذا كان المستند غير صحيح يقول له في نفس الوقت، فممكن نضاعف انجاز الخدمات اللي تكون الكترونيا في اليوم الواحد. ايضا تطوير نظام وطني للمواعيد، هذه من ضمن الاجراءات التطويريه. نعم. ونجاح المنصات الخدمه الذاتيه، حقيقه عكست الحين يعني قدرنا ننجز 26,000 معامله فقط في 5 شهور منذ تدشينها من قبل معالي وزير الداخليه. شجعنا ان احنا بنزيد اجهزه الخدمه الذاتيه ونوفرها في اماكن غير الهيئه، تكون مثلا في مجمعات وفي مواقع حكوميه ثاني تردد عليها المواطنين، وايضا التسجيل المفتاح الالكتروني. نعم. راح يكون ايضا من خلال المنصه بدون حضور شخصي، ممكن يكون من خلال الاجهزه. هذه ان شاء الله الاسابيع القادمه راح نوفر هذه الخدمه ايضا للمراجع. نعم سيد قائد، الرئيس التنفيذي لهيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه، شكرا جزيلا لك.